في نظر المغادره ديال الحمد الله هي اولا غلط، ما كانش غلط، ولكن الاسباب ديالها ما نقدروش نعرفوا دابا ونحكموا عليها. حتى يخرج هويا، حيت دابا لحد الان سمعنا طرف واحد اللي هو الجامعه اللي في الاول قالوا انها اصابه، وفي الاخر اتضح انها ما كاين لا اصابه لا حتى شي حاجه، والسبب كيرجع للنقابه اللي دايرين بعض اللعابه وبزاف ديال المنابر اللي دواو على هذه القضيه. هذه منابر صحفيه، والمفاجاه اليوم بدينا تنشوفوا ان بزاف ديال المرات تيحاولوا يلمعوا الصوره ديال المنتخب وديال الجامعه، وبان ما كاين حتى شي مشاكل داخليه، وبان المشكل هو مشكل اصابه اللي ما كايناش حقيقه، ما كايناش ديك الاصابه، والسبب ما نقدروش نعرفوا حتى يخرج هوايا. ولكن تيبقى الاحتمالات كثيره، وهضره الدور ديال انه كاين نقابه وكاين اللعابه اللي من قبل صرحوا بانه كانوا مشاكل مع مجموعه ديال اللعابه اللي تيحسبوا ان المنتخب ديالهم، وهادشي كامل اتضح في بعض اللقطات اللي كانوا قبل من التنفيذ ديال الضربه ديال الجزاء اللي كان نفذها فيصل الفجر. وصراحه ماشي وقت المناسب باش زعما يوقعوا هاد المشاكل هادو في المنتخب. ديجا حنايا بقات لي قدامنا 7 ايام على الانطلاق ديال العرس الكروي الافريقي، وماشي في مصلحه هذا المنتخب. تنتمنوا هاد المشاكل تحلوا دابا مستقبلا. هذا لاعب ما استفدناش منه نهائيا الحمد لله، حيت ما لعب معنا حتى شي تظاهره افريقيه ولا تظاهره عالميه. لاعب كبير حقق بزاف ديال الانجازات خارجيا، حنا ما عطانا حتى شي حاجه في المنتخب. تنتمنى ما يوقعش لينا هذا الشيء مع لعاب اخرين، ونحاولوا نستافدوا من الطاقات اللي كاينين عندنا، زعما نستافدوا منهم الماكسيموم داكشي اللي نقدروا عليه. بالنسبه للمغادره ديال حمد الله المعسكر ديال المنتخب المغربي، فطريقه دارها ما مزياناش، ولان كان معاه الجمهور، والجمهور كلشي بغى حمد الله، وملي دار ديك الطريقه بالنسبه لي انا ما عجبنيش الحركه اللي دار، ما عجبنيش، ولو انه ما ينسجمش مع المجموعه كان عليه يصبر ويفرض الوجود ديالو. وديك الساعه راه هما غيحترموا المجموعه، تحترموا ملي كتهز الساك ديالك وما كتلبيش النداء ديال الوطن، يعني بدون تعليق، يعني حمد الله حيد عليه الحياه وما غيبقاو يحترموا حتى شي واحد، ولو يكون لاعب كبير. يعني قارن نفسه بميسي وبلعاب كبار ديال العالم، واش كاين شي واحد كيهز الساك ديالو وتيغادر المعسكر المغربي حق قدرني ظهري حق قدرني؟ هذه يعني هادشي ما مزيانش، وما مزيانش في لونتوراج ديال المجموعه، ومقبلين على كاس امم افريقيا، وخصو يكون انسجام، وخصو يكون واحد التفاؤل. يعني ما حركه ما مزيانه، اسمح لي انا ما عجبتنيش. اللاعب حمد الله لاعب خلوق، لاعب في المستوى، ربما تديك الطريقه اللي باش كيلعب في الخليج كانت عنده واحد يعني واحد الطريقه اللي في المستوى، وحقق يعني نتائج ايجابيه بالنسبه ليه. فكنظن بان المنتخب الوطني المغربي حاول انه يقدر يجلب هذا اللاعب هذا، وفي نفس الوقت يلعب في المنتخب، مع العلم انه هو يعني فرض الوجود ديالو، وسيتو يعني الشعب المغربي باغي ان حمد الله يلعب في المنتخب، وهذه الخطوه الاولى نجحات الحمد لله. الخطوه الثانيه فانه كيجي وكيلعب في واحد المقابله اللي هي غير هي حبيه، وكيشوف واحد الطريقه ديال اللاعبين اللي ما كيكونوش مشاجمين معاه، وكتكون واحد النقطه غير ايجابيه بالنسبه ليه، فهو حس بواحد الثغره لانه ما عندوش قيمه في هذاك الفريق. نسحب يعني كنقدرش نأيدو بهذه الطريقه هذه، وربما وقع له هذاك القرار اللي خداه هو قرار سلبي بالنسبه ليه، لان شاف اللاعبين ما يعني عطاش واحد القيمه، ما عطاش واحد الاهتمام، فربما هذه كيرجع النفسي ديال اللاعبين والقيمه ديال حمد الله. فهو كنعرفوا بانه لاعب خلوق ولاعب في المستوى، وربما نجيج على هذا بانه هو الهداف في الدول الخليجيه، فهذه نقطة إيجابية بالنسبة ليه. وصراحة كنشوف يعني الجامعة تحاول تدخل في هذه المسألة هذه، تعرف كيفاش تضبط الأمور ديالها، وهذا الشيء اللي كان. أنا تنقول بأنه محمد الله غلط، كان يبين بأنه راه في الدو ويبقى تيكمل كأس إفريقيا، وديك الساعة إلا ما عجبوش وما دخلوش المدرب تيبقى هو اللي عنده حق. دي مومون أنت مشيتي وخليتي الفريق تيبقى هو اللي عنده الغلط. يبين لينا في كاس افريقيا ما دخلوش المدرب ما دخلوش يعني ما لعبش ديك الساعه تيطيحوا، ولا لعب ودخلوا ضرب واحد البيوت ولا جوج ولا ثلاثه ولا المهم بين ديك الساعه تيولي عنده هو اللي حق. ولكن دابا راه تيبان لي هو اللي عنده هو اللي فيه الغلط، يعني مهما ما عرفناش شنو داز في الكواليس وداك الشيء باش نحكموا، ولكن دي مو هزيتي الساك ديالك راه هو اللي غلط. على حسب واش راه يدور بالنسبه لمواقع التواصل الاجتماعي، كيقولوا بلا عنده خلافات مع فيصل الفجر ومع حكيم زياش، ولكن كنظن هذه اعتقادات وخلاص، ما كاين لا اصابه لا حتى حاجه. بالنسبه انا كنظن لو كان يكونوا بالنسبه للعابه نتاع البطوله الوطنيه تكون احسن بصراحه.
كان يدعموا اللعابه ديال المحل البطوله المحليه تكون احسن بزاف ديال اللعابه بالنسبه لي انا كرايي الشخصي. بالنسبه كاين لعابه جايبينهم يعني ما عندهمش علاقه، كاين بلايصتهم فما تكونش في المنتخب، وكاين لعابه اللي عندنا في البطوله الوطنيه اللي يستاهلوا يكونوا في المنتخب ويستاهلوا يمثلوا البلاد وكلش وما داومش. الانباء اللي كتروج على سبب مغادرة ديال الحمد لله المنتخب كنظن ان اسبابها هي ماشي في محله، كيف كنعرفوا على ذاك اللاعب انه لاعب خلوق؟ شاف الانديه اللي لعب فيها على برا ما عمر كانت شي ريكلاماسيون بحال هذه. هذا الشيء اللي كيسمعنا حنا موالفين تنسمعوه، ما سوا ما بين اللعابه بيناتهم سوا ما بين اللعابه والمدرب، هذه كتبقى مسائل شخصيه كتدخل اللعابه كيدخلوها بيناتهم. ما كنظن كيف كنقول كنظن هذه الاسباب ديال المغادره ديالو ماشي زعما حقيقيه، هذا الشيء افتعال وصافي. القضيه ديال الحزازات باللعابه ديالنا معروفه، يعني بحال مثلا قائد فريق خصو يبقى قائد فريق، ما كاينش اللي يدخل فيه ولا يقول له شنو كدير، ولا يعني كل لاعب عنده الاسبقيه يعني قديم في المنتخب او عنده لاعب عدد ديال المباريات اكثر، فهو بينه وبين نفسه تيقول انا احق باي حاجه نديرها. ما يمكنش واحد لعاب يلاه جا ما لعب حتى شي مثلا نصف العدد المباريات لعب انا يدير ولا يدخل، يعني كتولي مساله ديال السيطره وديال المسائل الاخرى اللي عندها لا علاقه لها بكره القدم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع اصحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع احاطه على شبكات التواصل الاجتماعي.